الذي نقوم من خلاله بلملمة أوراق مستجدات وأحداث سياسية، وأيضا نقوم بتصنيف ووضع هذه الأوراق في ملفات، وتصنيف هذه الملفات حسب الموقع الجغرافي لنا. قد يكون الملف محلي أو إقليمي أو دولي. فأهلا بكم مشاهدينا في هذه الظهيرة، سنناقش الكثير من المحاور، والمحاور لهذا اليوم ستخص المحلي وأيضا ستخص الشأن الإقليمي، حيث مشاهدينا سنناقش في ظهيرة هذا اليوم بما يخص الجانب والوضع السياسي، حيث دعوة لانعقاد مجلس النواب لمناقشة الوضع الأمني والسياسي وقرض البنك الدولي. أما بما يخص أيضا مشاهدينا الوضع السياسي المتأزم، وأيضا يعني دعوات صمام الأمان في العراق بما يخص المرجعية الدينية، تدعو الكتل السياسية إلى الكف عن المناكفات السياسية. وأيضا مشاهدينا بما يخص الملف الإقليمي، حيث لدينا مشاهدينا تشييع مهيب للشهيد مصطفى بدر الدين في الضاحية الجنوبية ببيروت، وإسرائيل تتشفى. مشاهدينا لنذهب إلى هذا الفاصل القصير. مشاهدينا، نحن نشهد تأزم سياسي، ويبدو أن التأزم السياسي أرمى ورمى بظلاله على الوضع الأمني وأيضا الاقتصادي، حيث مشاهدينا وجه رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري دعوة للجان البرلمانية للانعقاد لمناقشة الوضع الأمني وشروط البنك الدولي لتقديم قرض 15 مليارا، حيث يشترط البنك على العدل تعديل الموازنة وتقليل حجم الإنفاق. دعوة مجلس النواب للانعقاد تواجهها إشكالات قانونية من حيث الشرعية، فهناك من يرى أن في سليم الجبوري رئيسا شرعيا للمجلس، وهناك من يرى أن هيئة الرئاسة غير شرعية ولا بد من انتخاب هيئة رئاسة جديدة، وهذا الرأي تتبناه جبهة الإصلاح المنبثقة عن النواب المعتصمين. مراقبون للشأن العراقي قالوا أن الوضع المالي للعراق سيء جدا، ولا بد لقوى السياسية أن تسمو على خلافاتها إرضاء للمواطن العراقي الذي بات مهددا في قوته يومه. مشاهدينا، تفاصيل أكثر عن حراك الإصلاح في سياق التقرير التالي. تفرض الأزمات السياسية والأمنية التي تعج بها البلاد على الرئاسة الثلاث أن تأخذ دورها في إيجاد الحلول المناسبة. فمن الواضح أن ما يقوم به رئيسا مجلسي الوزراء والنواب من حراك سياسي ربما يعد الأكثر في مشوارهما السياسي، وذلك لشدة ما تعانيه هاتان المؤسستان من تحديات جدية يرجح البعض بأن تؤدي إلى سقوطهما في حال لم تستطع رئاستهما وقف الشلل في السلطتين التشريعية والتنفيذية. إذا ما يجلس الطرفان لحل هذه المشاكل حقيقة، وهناك نوايا الآن في أنه أن يقترب المتعارضون أو المعتصمون مع الطرف الآخر في أن يجتمعوا لكي يتحاوروا ويصلوا إلى درجة من الالتقاء من خلال المشتركات فيما بينهم. هؤلاء يمثلون البرلمان العراقي، وبالتالي لا يمكن أن نبقى ضمن فراغ سياسي قد ينفذ من خلاله المعارضين للعملية السياسية وأصحاب الأجندات الذي قد تعرض البلد إلى ما لا يحمد عقباه. وفي هذا الإطار يجري رئيس الوزراء حيدر العبادي اتصالات مع قادة الكتل السياسية يراد منها حصد المزيد من المؤشرات ورسائل تزيد من التفاؤل بإمكانية حل الأزمة في الأيام القليلة المقبلة. هنا تكثف الجهود من أجل عودة الالتئام في السلطتين التشريعية والتنفيذية. تحول الأزمة من الحلول الدستورية ومن الحلول القانونية إلى التوافقية هو أمر مطلوب في ظل هذه المرحلة، بسبب أن العملية السياسية جميعا برمتها بنيت على أساس التوافقات السياسية. نحن الآن بحاجة إلى حل سياسي لعبور هذه الأزمة بدل الخوض بالإجراءات القانونية والدستورية. وبموازاة ذلك، دعت رئاسة البرلمان رؤساء الكتل السياسية في مجلس النواب للحضور إلى اجتماع عاجل الأحد المقبل
وذلك لمناقشة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد، فيما رفض النواب المعتصمون الحضور إلى هذا الاجتماع، معلنين تقديم طعن إلى المحكمة الاتحادية بشرعية رئاسة السلطة التشريعية. هذا وتسعى رئاستي مجلس النواب والوزراء إلى لملمة البيت السياسي بعد أن تعرض إلى تصدعات كبيرة، وذلك من خلال حراك موجه إلى قادة الكتل السياسية لتخطي الأزمة الحاصلة. من بغداد، عمر العامري، بلاد فضائية. أهلا بكم ومشاهدينا الكرام، البداية مع المحور المحلي وبما يخص الوضع السياسي المتأزم، وأن هذا الوضع والتأزم انتقل من الجانب السياسي إلى الجانب الأمني وأيضا الاقتصادي، حيث أن الدكتور سليم الجبوري دعا الكتل السياسية ورؤساء الكتل السياسية وأيضا رؤساء اللجان المتخصصة بما يخص الملف الأمني والاقتصادي إلى أن يكون هناك اجتماع للنقاش على أبرز النقاط بما يخص هذين الملفين. طبعا الصندوق الدولي أبلغ العراق بضرورة تغيير قانون الموازنة ولتخفيضها وأيضا بغية الحصول على القرض. مشاهدينا، هذا القرض الذي من خلاله سيتم يعني توفير رواتب المواطنين وكل الشعب العراقي، لأننا نحن نعلم أن الحكومة العراقية اليوم غير قادرة على توفير رواتب الموظفين بسبب بما يخص الجانب الاقتصادي وأيضا تراجع أسعار النفط وغيرها من الأمور والأسباب. يعني لذلك بات من الضروري أن يكون هناك إجراءات تشريعية وقانونية تتخذ، لذلك كان هناك طلب من الدكتور سليم الجبوري من رؤساء الكتل السياسية وأيضا من رؤساء اللجان المتخصصة من أجل أن يعقد اجتماع. هذا الاجتماع يكون عاجل، لا نعرف هل ستكون هناك بالفعل إجراءات تشريعية وقانونية لتلافي هذه التأزمات التي تظهر على السطح. مشاهدينا، لا نعرف. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة بغداد أستاذ التاريخ السياسي دكتور جاسب الموسوي. أهلا بك دكتور جاسب. يعني دكتور جاسب، هل تتفق مع دعوات المراقبين للكتل السياسية بأن تسمو على خلافاتها لأن المواطن اليوم مهدد في أمنه وقوته اليومي؟ تفضل. شكرا جزيلا لكم. أهلا وتحية بك. مباركة لكم. بلا شك اليوم المواطن حقيقة يمر بحالة من اليأس، المواطن العراقي بحالة من الإحباط، بحالة من العروض حقيقة، والرفض والنفور من الكتل السياسية بشكل عام بعد أن خابت آماله وظنونه بهذه الكتل، بالرغم من التأريخ الطويل لبعضها، بالرغم من التأريخ المشرف للكثير منها في مقارعتها للنظام البائد المقبور نظام صدام، لكنها حقيقة خيبت الآمال، إنها ليست بمستوى الطموح، ليست قادرة على إدارة مؤسسات دولة. ثبت ذلك بلغة الأرقام والمعطيات. لم تخرج حقيقة من أزمة أو من رواسب الخندقة الطائفية، ثم انتقلت إلى وباء آخر وهو حقيقة الخندقة الحزبية. أبناء الطائفة الواحدة اليوم، أبناء المكون العرق الواحد كما هو عند الكرد وعند الشيعة وعند السنة كذلك، عند الجميع حقيقة الآن تخندق ضمن الطائفة الواحدة، ضمن المكون العرق الواحد. نلاحظ مشكلة التغيير مع باقي الأحزاب في كردستان، وإن لم تكن بحجم حقيقة ما هي من أزمة أخرى عند المكون الشيعي، التحالف الوطني بين قوسين. انتقلت المحاصصة، هذا الوباء الخطير جدا، من محاصصة طائفية إلى محاصصة ضمن المكون الواحد، محاصصة الأحزاب. وأصل المشكلة اليوم البرلمانية هي محاصصة الأحزاب. لذلك حالة نفور، عروض ويأس كبير عند المرجعية الدينية العليا، خصوصا بعد أن وفرت غطاء جيدا بل أكثر من الجيد
خلال الشهور الماضية. يعني بما يخص المرجعية الدينية سنتناول ذلك في المحور الثاني، لكن اليوم يعني برأيك دكتور، هل انتقل التأزم السياسي إلى التأزم الأمني والاقتصادي؟ وهل بالفعل أن التأزم السياسي والوضع السياسي في العراق غطى على الجانب الاقتصادي والأمني وأدى إلى ما هو عليه اليوم من خروقات أمنية وأيضا من تراجع في الجانب الاقتصادي وعدم مقدرة الحكومة العراقية على توفير رواتب للموظفين وإلى أهالي العراق؟ حقيقة هاتان القضيتان خلي نفصلهم، القضية الأمنية والاقتصادية، والملف السياسي هو متحكم حقيقة بكل الملفات. أولا الملف الأمني، بلا شك بل من المؤكد أن نظام وسياسة ومنهجية المحاصصة المقيتة كانت السبب الأول بل الرئيس خلف عدم نضج الجانب الأمني، خلف الانهيار الأمني، خلف حقيقة تدهور الأمن الخطير من 2003 يوم التغيير وإلى يومنا هذا. هذه قضية. لذلك الخروقات الأمنية سواء على مستوى المؤسسات تخترق من خلال بقايا أزلام النظام البائد أو ممن لهم صلة بالمنظمات الإرهابية بشكل وبآخر وإن لم يكن بشكل مباشر، أو من المعارضين للوضع الجديد بعد الإطاحة بالنظام المقبور من خلال نظام المحاصصة. نظام المحاصصة يقتل، يطلق طلقة الرحمة على الكفاءة، لا يسمح بوجود الكفاءة. لذلك ترشيحات ضمن نظام الولاء، هذا الشخص، هذا الضابط، هذه الرتبة العسكرية، سواء كانت داخلية، أمن، دفاع، يعني لا على الولاء. أساس الكفاءة أبدا يعني. أبدا الولاء، والقضية أوضح من الشمس في رابعة النهار، لا تحتاج إلى تعليق. لذلك هذا السبب حقيقة المحاصصة هو من لا يسمح بتحسن الوضع الأمني، هذا جانب رئيس، وأسباب أخرى كثيرة. قضية التطفل نجد اليوم أيضا نتيجة الأحزاب والتهافت على المناصب والتسارع بشكل محموم وغير مقبول. طيب يعني دكتور، يعني اليوم في مجلس النواب كتل، نحن نعلم هذه الكتل اليوم أيضا انتشظت وأيضا انقسمت على نفسها بسبب يعني تغيير الوزاري وبسبب أمور كثيرة، يعني ما وراء الكواليس نحن لا نعلم بها. لكن يعني الدكتور اليوم، هل تعتقد بأن مجلس النواب قادر على أن يعني يجعل من الكتل السياسية تلتئم وبما فيها الكتلة المعتصمين أم لا؟ تشظت هذه الكتل الكبرى ليس نحو الجانب الإيجابي، بل أكثر حقيقة انغماسا بالجانب السلبي. كما ذكرنا انتقلت من حمى، من داء المحاصصة الطائفية، المكون السني والشيعي، المكون الكردي وما إلى ذلك، والتركمان والأقليات، انتقلت إلى محاصصة الأحزاب. هذه المحاصصة محاصصة الأحزاب تبلورت بشكل كبير بعد 2010. هي كانت موجودة ما قبل 2010، لكن بشكل حقيقة لحظة قليل ضئيل كانت المحاصصة الطائفية على أوجها، على قوتها. برزت بعد ذلك بشكل واضح. لذلك هذه الحكومة الأخيرة، يعني عذرا دكتور جاسب، لكن يعني لدينا الآن انتقالة مباشرة إلى كلمة رئيس الوزراء خلال ملتقى الحوار المشترك تحت شعار الشباب أمل العراق. فإلى هناك، أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى بعد أن استمعنا إلى كلمة الدكتور حيدر العبادي التي أشار في كلمته إلى الكثير من النقاط المهمة والبارزة، وأيضا سلط الضوء على الكثير من الأمور التي اليوم يتحدث الجميع عنها. لكن مشاهدينا اسمحوا لي أن أتواصل في حواري ونقاشي لهذه الظهيرة مع ضيفي الكريم الدكتور جاسب. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى دكتور جاسب. أهلا بكم. يعني دكتور جاسب، نحن نتحدث عن حقيقة مجلس النواب، وهناك حقيقة مفادها أن مجلس النواب العراقي اليوم بات فاقد للقدرة على التواصل مع السلطات الأخرى، وأيضا هو غير قادر على أداء دوره الرقابي والتشريعي. كيف تقرأ أنت ذلك؟ حكومة بلا برلمان، بلا مجلس نواب، ليست حكومة. دولة بلا مجلس نواب ليست بدولة. مؤسسات حكومية بلا مجلس نواب ليست بمؤسسات دولة. لا يمكن أن يستمر الحال على هذا الوضع، لا يمكن بأي شكل من الأشكال. قد لا توجد منظومة قانونية تشير إلى طبيعة هذا الخلل أو إلى هذه الفجوات،
لكن من حيث واقع الحال لغة الأرقام المعطيات ما يجري على الأرض، حكومة سلطة تنفيذية مؤسسات دولة بلا برلمان فاقدة للمشروعية الواقعية، فاقدة للمشروعية بلغة الأرقام والمعطيات. وكذلك حقيقة ما تفضل به الأخ رئيس الوزراء المحترم، الكثير قد نختلف في بعض الجزئيات، وأشار إلى ضرورة الاختلاف، والاختلاف حالة صحية لكن بشرطه وشروطه، أن لا يصل إلى منهجية داعشية، لا اختلاف في الرؤى، اختلاف في السياسات في المنهجيات. طيب. لكن الاختلاف بين قادة الكتل السياسية بشكل خاص هو الذي أوصل البلد إلى ما وصل إليه. لذلك أنا كان بودي أن أضرب مثال واقعي ببعض الثواني. حكومة 2005 أو 2010 وحكومة 2014، نلاحظ الفرق. في حكومة 2005 أكو نسبة من التكنوقراط، أكو نسبة من المستقلين، لكن الحكومة الأخيرة أغلقت فقط للأحزاب السياسية، بل أغلقت 100% لقادة الكتل السياسية. لذلك أستطيع أن أقول انهارت بهذا الشكل، ووجهت إليها الانتقادات بهذا الحجم من الشارع والعروض والنفوذ. يعني دكتور جاسم، هناك أيضا اختلاف فيما يخص بشرعية رئاسة البرلمان للدكتور سليم الجبوري. هناك من يقول أنه شرعي، وهناك من يقول بأنه غير شرعي. يعني برأيك هذا الاختلاف في الجانب القانوني، هل سببه هو ضعف في الأطر القانونية بما يخص الدستور العراقي؟ طبعا أولا بالمناسبة الحكم الفصل، القول الفصل القاطع بهذه القضية لما يخص الجلسات اللي انعقدت بعد الأحداث برئاسة الأخ الجبوري، أو اللي انعقدت برئاسة حقيقة عدنان الجنابي، القول الفصل فيها للمحكمة الاتحادية الدستورية العليا. هذا واحد. اثنين، نعم هنالك مواطن خلل في الدستور العراقي، لكن توجد آلية للتعديل، توجد آلية ومنهجية حقيقة للإصلاح الدستوري والقانوني، لا تكون الأمور هكذا فوضويا وعبثيا. هذا جانب آخر. بودي الإشارة إلى جزئية البعد الاقتصادي بثواني مختصرة. تفضل. اللي سألت عنها. الشارع العراقي، المواطن العراقي، مؤسسات الدولة العراقية تطمح على أن لا يفتح باب الديون على العراق، ونكون مصر ثانية عندنا في بغداد، والديون وعقدة الديون. يجب أن نتذكر نادي باريس ونادي لندن، هما اللذان أسقطا ما يقارب 95% من مديونيات العالم على العراق. فلا نفتح إحنا الباب للمديونيات. نعم نفرح بال 15 مليون من البنك الدولي، ولكن نتساءل أين ستذهب؟ ستذهب حسب ما أشير إلى الحقيقة الموازنات التشغيلية وليست الموازنات الاستثمارية. في الباب التشغيلي يعني للرواتب. طيب. وللرواتب هذا حرق للأموال، هذا نسف للأموال. إحنا نريدها بالبعد الاستثماري، يعني 15 مليار يعني منتجة. الفكرة واضحة دكتور جاسب الموسوي أستاذ التاريخ السياسي، شكرا لانضمامك معنا. شكرا. ونعتذر لضيق الوقت بسبب يعني الانتقالة المباشرة. شكرا لك. شكرا. أهلا بك دكتور. إذن مشاهدينا لنذهب إلى هذا الفاصل القصير، وبعد ذلك إلى المحور الإقليمي. ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الأكارم إلى المحور الأخير بما يخص المحور الإقليمي. وشهيد آخر من قادة حزب الله ينضم إلى كوكبة شهداء، هو سيد ذو الفقار، حيث التحق سيد مصطفى بدر الدين بركب الشهداء القادة كشيخ راغب حرب والسيد عباس الموسوي والحاج عماد بغنية وعلي فياض وسمير القنطار. حزب الله نعى في بيان له السيد ذو الفقار مبينا أن استشهاده نتج عن انفجار كبير في أحد مقرات الحزب بالقرب من مطار دمشق الدولي، موضحا أن التحقيقات بينت أن الانفجار ناجم عن قصف مدفعي من قبل الجماعات الإرهابية في سوريا. تشيع السيد ذو الفقار في سياق التقرير التالي: يشق الموكب الطريق التي رسمها الشهيد القائد مصطفى بدر الدين على خطى من سبقه من القادة الشهداء. الشهيد السيد عباس الموسى والشيخ راغب للحج عماد كانت المقاومة تقفز قفزات نوعية أكثر من حجمها وطاقتها،
وبالتالي اليوم دماء الحج السيد مصطفى بدر الدين ذو الفقار ما هي إلا شحنة ودفعة جديدة من أجل أن تمحو كل جذور التكفيريين. في محضر الشهيد استحضار لمحطاته في مسيرة المقاومة والجهاد، وتوعد بكشف ملابسات اغتياله وتحديد الموقف. أيها الشهيد القائد، تاريخك حافل وأنت صاحب العزيمة، لقد حارت إسرائيل معك وتلقى التكفيريون ضربات موجعة بيديك الطاهرتين خلال السنوات الأخيرة، ولكن أطمئنكم خلال ساعات من الآن أقصاها صبيحة غد سنعلن بالتفصيل ما هو سبب الانفجار ومن هي الجهة المسؤولة، وسنبني على الأمر مقتضاه. ما يزيد على 30 عاما أمضاها القائد الجهادي الكبير في تعبيد طريق المقاومة والانتصارات ضد المشروع الإسرائيلي وشركائه في المنطقة. مع كل قائد شهيد ومع كل مجاهد شهيد، المقاومة تزداد قوة وصلابة وإصرار وعزيمة، ورسالتنا إلى الأعداء سننتصر. وتبقى العين على الحدود مع فلسطين المحتلة، حيث زرع اغتيال الشهيد بدر الدين القلق والخوف في الكيان الصهيوني من جديد. بهذه الشهادة يختم القائد مصطفى بدر الدين مشواره الجهادي الطويل، شهادة رسمت ملامح مرحلة جديدة. فما هو حجم الرد ومتى وأين؟ أسئلة كثيرة تبقى الإجابة عنها رهن قيادة المقاومة التي تدرك جيدا أبعاد وتداعيات ذلك الاغتيال، وتملك الكثير من السلالوهات. من أمام روضة الشهيدين في بيروت، حسين عياد، قناة بلادي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى المحور الأخير، المحور الإقليمي، وينضم إلينا من العاصمة بيروت المحلل السياسي الأستاذ جورج علم للحديث أكثر عن هذا الموضوع. أهلا وسهلا بك أستاذ جورج. يعني أستاذ جورج، عندما يكون القادة شهداء، هل هي ميزة إيجابية أم سلبية لأي فصيل مسلح يحمل راية المقاومة؟ تفضل. الأبطال الذين سقطوا في المقاومة هم مداميك مجد لهذه المقاومة، وبالتالي مكانة لتحتل هذا العز وهذا الدور الريادي الكبير ليس في لبنان إنما أيضا في العالم العربي، مكانة لتتبنى القضايا العربية بهذا الحجم وبهذه التدخلات الدولية الإقليمية، لو لم يكن هناك أبطال فعلا سفقوا دماءهم دفاعا عن الواجب، دفاعا عن قضايا الأمة، عن محوريتها. هذا الأمر بطبيعة الحال لا يمكن القول بأنه عامل إيجابي، إنما هو عامل مضيء، وبالتالي لو لم يكن هناك أبطال لما كانت هناك مقاومة. يبدو أن يعني التحقيقات أظهرت ويعني قالت بأن التفجير ناتج عن قصف مدفعي من التنظيمات الإرهابية، وأن شخصية بقيمة ذو الفقار الشهيد القائد يعني هو أكبر من كل التنظيمات والجماعات الإرهابية. كيف تعلق على هذا الموضوع؟ بطبيعة الحال يعني ما صدر عن الدائرة الإعلامية لحزب الله حول الجهة التي أقدمت على اقتراف هذه الجريمة، باعتقادي أنه في الحسابات العسكرية هو من باب تحصيل الحاصل، لأن الحزب طبعا يخوض معركة ضد التكفيريين، ضد الظلاميين، ضد الإرهاب، وهذا الأمر لا لبس فيه. أضف إلى ذلك أن سماحة السيد حسن نصر الله أضاف على ذلك من خلال إطلالاته الأخيرة بالقول بأن المقاومة اليوم إنما تواجه حربا شرسة أمريكية إسرائيلية بعد طبعا أطرافها عربية، هذا الأمر طبعا جد خطير للغاية. لذلك باعتقادي السؤال المطروح هو هذا العمل ليس عمل عادي بقدر ما هو مخابراتي، وبالتالي باعتقادي التحقيقات عند قيادة حزب الله مستمرة للوصول طبعا إلى الأطراف التي ما وراء هذا الاغتيال والتي لم تظهر إعلاميا بعد. لذلك باعتقادي أن النتيجة النهائية هو ما صدر عن الحزب بأن مقاومته مستمرة
ضد التكفيريين وضد الإرهابيين، وهذا خط واضح لا لبس فيه. يعني إسرائيل لم تتبنى هذا الحادث لكنها باركت هذا الحدث، يعني وذلك من خلال حديثها وأيضا تشفيها بهذا الحدث. يعني هناك من يقول بأن إسرائيل لها يد في هذه العملية، وهل ذلك موجود؟ وبالفعل هل إسرائيل اليوم متورطة؟ هل إسرائيل قامت أيضا بعقد وأيضا تنسيق مع التنظيمات الإرهابية في اغتيال بدر الدين؟ أولا أن إسرائيل مرتبطة لأنها مستفيدة، بطبيعة الحال أن قيادي بارز من حزب الله من المقاومة بهذا الحجم هو طبعا يعني مؤشر فرح بالنسبة لإسرائيل العدو. نعم. لكن إسرائيل متورطة، إن لم تكن مباشرة بصورة غير مباشرة، من خلال طبعا ضلوعها في العملية التي هي مخابراتية بامتياز. وبالتالي لا يخفى عن القول بأن إسرائيل اليوم دخلت علنية بحلف استراتيجي مع جهات عربية وإقليمية طبعا تدعم الإرهاب وتحاول دون أن شك محاربة حزب الله ومواجهته. ولا يخفى عن ذلك بأن ما شاهدناه يوم أمس إنما هو فصل من المعركة المفتوحة. علينا أن نتذكر بالحملة التي قامت قبل شهرين تقريبا ضد حزب الله لتصنيفه بخانة الإرهاب. نعم. سواء من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي أو بعض الأطراف في الجامعة العربية، بعض الأطراف في منظمة طبعا المؤتمر الإسلامي. لذلك هذه طبعا الواقع التي حصلت هذا الحادث إنما هو جزء من حرب مفتوحة. يعني حزب الله على طول يعني سيرته ومساره الجهادي التاريخي لم يخسر هذا العدد الكبير من القادة سوى عندما توجه نحو سوريا، يعني وتقدمه نحو سوريا قد خسر مغنية والقنطار وأيضا خسر فياض وخسر كل هؤلاء القادة واليوم ذو الفقار. كيف تعلق على هذا الموضوع؟ طبعا لا شك، ما لا نحن ننحني دون أن شك أمام من تفضلت بذكرهم، لعبوا دورا أساسيا في محور المقاومة. ولكن عندما نتحدث عن المقاومة، المقاومة لا تقوم إلا على الاستشهاد، وبالتالي عندما توجهت المقاومة إلى سوريا لمحاربة الإرهاب لم تقم بنزهة ربيعية، إنما كانت تعرف تماما بأن عثمانا باهظة قد تتكبدها، لأن المحور الذي تقاتله ليس بالعدو العادي، إنما هو عدو استثنائي يحظى بدعم من قبل الدول الكبرى أو بعض الدول الكبرى، يحظى بدعم من بعض الدول الأوروبية، يحظى بدعم من دول إقليمية نافذة، وبالتالي أصبحت كل الرسائل مكشوفة. من هنا نرى أن قوافل الشهداء الذين سقطوا في صفوف المقاومة إنما هو من قدرها، لكن كل شهيد يسقط إنما يعلو سقف المقاومة أكثر فأكثر، وتترسخ أقدام المقاومة في هذه الأرض أكثر فأكثر. وهذا بطبيعة الحال فعل مضيء لها، وإن كانت الخسارة البشرية خسارة كبيرة ومعنوية دون أدنى شك. يعني هل يعني أن اليوم سوريا هي مكان غير آمن لقادة المقاومة؟ باعتقادي غير آمن، لا أحد ينكر مدى وحجم التدخلات المخابراتية في سوريا. سوريا اليوم ليست بكيان مستقل ولا بكيان يأمن له من يدخله. سوريا اليوم هي ساحة مفتوحة، ساحة مفتوحة على كل الصراعات وعلى كل المخابرات. ولذلك عندما قلت أن لإسرائيل ضلع بشكل أو بآخر كنت أعي ما أقول، كلا تكون إسرائيل هو يعني هي المنفذ المباشر، ولكنها ضالعة دون أن شك بعمل المخابرات الكبير أدى إلى ما أدى إليه لاستشهاد القائد مصطفى بدر الدين. يعني الإعلام الصهيوني بدأ يروج إلى قضية انتهاء تنظيم غير قابل للاختراق، بمعنى أن حزب الله اليوم بات مكشوفا بهشاشة أمن قياداته، كيف تعلق؟ إطلاقا ما يحصل للمقاومة الإسلامية يحصل لكل المقاومات العالم، وبالتالي أعود فأقول العدو ليس عدوا عاديا، إنه استثنائي أولا بمكانته المخابراتية، طبعا سلاحه المتطور، بإمكاناته الواسعة. نحن نتحدث عن محور
يبدأ من الولايات المتحدة الأمريكية لينتهي في آخر دولة إقليمية متورطة في سوريا. لكن القول بأنها مكشوفة إطلاقا، طبعا حزب الله كان يحسب حسابا بأنه سوف ربما يفقد قيادات بارزة من الوزن الذي فقده حتى الآن. لكن أول فأقول أن هذا لا يعني نقطة ضعف بقدر ما يعني نقطة قوة، خصوصا وأن المقاومة مستمرة وفق المخطط المرسوم لها، مستمرة بكفاءة عالية بحماس أكبر، وبالتالي الالتفاف حول نعش طبعا مصطفى بدر الدين هذا دليل فعل حول مدى تجسر المقاومة بالطبقات الشعبية التي تمدها بالدعم وبالزخم المعنوي والبشري إلى ما هنالك. لذلك هذا هو ربيع المقاومة الزاهر وربيع المقاومة الواعد وليس خريفها على الإطلاق. يعني أستاذ جورج، السؤال المطروح اليوم كيف سيكون رد حزب الله ومتى وأين؟ يعني وفق التحليلات والمعطيات كيف تجيب أنت على هذا السؤال؟ أنا أجيب على هذا السؤال أن حزب الله سوف يرد بكل الأمكنة المتاحة وفي التوقيت الذي يراه مناسبا. نعم. علينا طبعا ألا نسبق الأمور، نحن ننتظر كلمة سماحة السيد حسن نصر الله الأسبوع المقبل يوم الجمعة المقبل، وبالتالي سيكون له الكلام الفصل في هذه القضية بالذات، إن لجهة كشف المزيد من المعلومات أو لجهة تحديد طبعا خارطة الطريق التي سوف تسلكها المقاومة بعد مصطفى بدر الدين. طيب ما الأدوات التي يملكها اليوم حزب الله في الرد يعني من هذا الحادث واغتيال القائد المقاومة يعني بدر الدين؟ أولا أن القوة التي يملكها ليست موجودة عن كل القوى الأخرى. القوة هي فعل إيمان وفعل إرادة وفعل عزيمة. عندما يكون هناك شعب مؤمن بقضايا على هذا المستوى من التضحيات، فهذا يعني أن هذه القوة لا تخترقها الصواريخ ولا تخترقها كل أجهزة المخابرات وكل الأسلحة الحديثة. الإنسان عندما يصمم، عندما يريد، عندما يسعى إلى الهدف، إنما يكون هو القوة بحد ذاته، وبالتالي هذا الأمر بطبع الحال لا لبس فيه. عندما يكون هناك إيمان بهذه القضية فهذا الإيمان هو أقوى الأسلحة على الإطلاق. يعني سيد حسن نصر الله في خطابه قبل الأخير تحدث عن أيام صعبة مقبلة ستكون، هل هذا الحادث يترجم هذا القول للسيد حسن نصر الله؟ أنه جزء طبعا من الأسمان التي يرفعه حزب الله، لكن علينا أن نسجل محاور عدة طبعا تضع المقاومة على مفصل على 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 مفترق طرق مصيري. أولا هناك المحاولات الأمريكية المكشوفة لتجفيف منابع تمويل حزب الله والمقاومة، وهذا الأمر طبعا أوجد إشكالية في بيروت ما بين حزب الله وبين المصارف اللبنانية لطبعا تلافي هذا الأمر. حزب الله دون أن شك يخضع لحرب أو يواجه حربا إعلامية سياسية دبلوماسية عندما أقدمت الدول العربية أو بعض الدول العربية على تصنيفه في خانة الإرهاب، وهذا طبعا يتماشى إلى حد بعيد مع السياسة الأمريكية الإسرائيلية المتبعة في المنطقة. حزب الله يقدم الشهداء، حزب الله يخوض معركة واضحة ضد الإرهاب، لذلك كلها تحديات تجعل حزب الله فعلا أمام مفصل السياسي التاريخي. من بيروت شكرا لانضمامك معنا الأستاذ جورج علم، شكرا لك وشكرا لكل هذه المعلومات وهذه التحليلات، شكرا لك. إذن مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام حلقة هذه الظهيرة. مشاهدينا يعني هذه الحلقة خصصناها بما يخص الملف المحلي وأيضا الملف الإقليمي، حاولنا لملمة يعني نحن قمنا بالفعل بلملمة الأوراق، يعني الأستاذ رافع الصادق قام بلملمة الأوراق وطرحناها على الواقع يعني، وكانت وقفة لنا مع كلمة الدكتور حيدر العبادي. كان هناك الكثير والكثير من الأسئلة والاستفسارات، نرجو أننا قمنا بتحليل ولو بجزء بسيط للمواقف التي حاولنا أن نناقشها لهذه الظهيرة. مشاهدينا الشكر موصول للمخرج حيدر وكل كادر العمل حتى لا يزعل مني، وأيضا شكرا لكم مشاهديني يعني أنا اليوم قدمت الحلقة صفا حقي، شكرا لكم مشاهدينا، إلى اللقاء.